مسلسل عفك الخاطر، الحلقة 29 واللي قبل الأخيرة. فاطمة قاعدة وبتفكر إنها تطرد سليمان ومراته من البيت لأنها بتعمل مشاكل كتير قوي، لكن غصبا عنها بتيجي بدرية وبتقولها فعلا أنت عايزة سليمان يمشي؟ قالت لها أيوة، هو ده الحل الوحيد لأن مراته عاملة مشاكل كتير جدا. لكن حب بتقولها هيروح فين؟ ردت فاطمة وقالت لها يصرف نفسه، هو مسؤول والمفروض إن هو يبقى راجل. أما بالنسبة لهبة فكانت قاعدة طبعا في مركز الغوص، وبيجي جراح يعزمها على العشاء وبتقوله تمام أنا جعانة جدا بس أنا اللي هختار المطعم، وبتروح. بالنسبة بعد كده بنلاقي إن بسمة ومبارك في المستشفى طبعا مع دانا، والدكتور بيقول لهم تعالوا معايا في المكتب عايز أتكلم معاكم شوية. بيبدأ يتكلم وبيقول إن هي عندها ورم بس مش عارفين إذا كان خبيث ولا حميد، عايزين نعمل بعض التحاليل والأشعات يعني كام يوم كده علشان نتأكد. عيسى لسه بيدور على الراجل اللي عمال بيبعت رسائل تهديد لمنيرة وعمال بيعمل تحرياته هو ورجال الشرطة. فاطمة بتنزل تقعد مع سالم جوزها اللي بيقول لها ان خلاص كتب كتاب بدرية على ابراهيم قريب والملجة بتاعتهم قريب، فبتفرح جدا. اما ملاك فعمالة قاعدة وبتفتكر اللي حصل ايام زمان وايام كانت موجودة في بيتها ودخل عليها جراح بيعرسته اللي هي هبة، وايام كانت بتقعد تتكلم عنه مع وفاء على موضوع هبة وازاي خططوا علشان يمشوها من البيت، والاخر خالص ملاك هي اللي مشيت من البيت، وطبعا كانت مقهورة جدا بكل اللي بيحصل لها ده، وبتفتكر الخناقات والحاجات اللي كانت بتعملها هبة فيها والمشاكل. اما دانا كانت موجودة في المستشفى ومامتها عمالة بتعيط وبتقول لها قومي بقى يا دانا. كتب كتاب بدرية والكل معزوم وطبعا الكل مبسوط جدا وبيتصوروا، لكن طبعا كان صالح متضايق جدا لانه ما قدرش انه ياخد بدرية لانه حبها بجد، لكن في الاخر رفضوه وبتتجوز دلوقتي من واحد تاني، فكان مقهور وقلبه مفطور عليها. وفاء قاعدة بتبص على احمد يمكن يجي، بيجي لها يوم وعشرة لا. جراح بيروح يتكلم مع مراته ملاك وبيديها الاوراق بتاعه الحلال بتاعها، وخلاص بيفضوا الشركه اللي بينهم، وطبعا بتقول انا عايزاك انت، لكن قال لها انا مش عايزك. اما سليمان فبياخد مراته وبيخرج من البيت. طبعا فاطمه قلبها مفطور عليه وكان نفسها ان هو يفضل، لكن مراته عامله مشاكل كتير جدا، وقفته وقالت له البيت بيتك موجود في اي وقت، يعني لو حبيت تيجي اهلا وسهلا بيك انت ومراتك. اما مبارك فكان رايح لأمينة علشان يقول لها ان موضوع دانا صعب جدا ولازم تسافر ولازم نبيع البيت، لكن أمينة بترفض وبتقول له ده بيتي، كفاية ان انت خليت ام عباس تمشي من الديرة بحالها وانا كنت محتاجاها وكفاية اللي عملته فيا، وبترفض انها تبيع البيت عشان دانا، وبتدخل جوه وبتفضل تعيط. بنلاقي بعد كده مبارك بيتكلم مع مراته بيقول ان امينه رفضت تبيع البيت، ولما سالته ليه هي ترفض رد وقال ان البيت اصلا بتاعها وكانت سايبانا كل ده عايشين فيه، رغم اللي عملناه فيها برده كانت سايبانا نعيش فيه. منيره بيجي لها ورد وفي برده خطاب تهديد وبيقول لها استنيني انا جايلك في الوقت والمكان المحدد. بتخرج بسرعه بتبص يمكن تلاقيه بس ما لقيتش حد. اما محمد فاتجوز على مراته ندى قاعده ومعاها اولادها، وكانوا عايزين يخرجوا مع بعض يتفسحوا. بيدخل مرة واحدة ومعاه مراته رنا في ايده، وعمال بيغني اغنية العرس وعمال بيقول لها ان هو اتجوز. طبعا فضلت تضحك وكانت مصدومة جدا، والاولاد بيقولوا له ليه عملت كده يا بابا، امنا ما قصرتش معاك في حاجة، لكنه بيقول انا حر. وطبعا بتقف بتقول خديه اشبعي بيه، ده ما بيصرفش علينا، بس انا عايزة بس حاجة ان انت تخليه يطلقني. طبعا بيقول لها وليه تخليها هي اللي تقول لي تطلقك، انا ممكن اطلقك عادي، خرجي برا وانت طالق وخدي الاولاد معاكي. طبعا الاولاد راحوا معاها. مبارك بيقع من طوله لما بيقولوا له ان بنته خلاص ايامها في الدنيا معدودة. اما وفاء اللي كانت قاعده مستنيه احمد ودخل عليها بورق الطلاق وقال لها ان هو ما حبهاش، طبعا راحت قالت ان هي السبب في اللي حصل وان هي ما خانتوش وهي اللي دبرت كل ده. بيقول لها انا كنت جاي والضمير بيأنبني عشان خاطر هطلقك بس طلعت ما تستاهليش. هي بقى قاعده بتفتكر اللي حصل زمان يوم احمد ظلمها، وطبعا وفاء كذبت وقالت ان هي كانت تعرف واحد تاني واتهموها بالخيانه وسابها وراح يتجوز وفاء، وكل ده عماله بتفتكره وهي متضايقه جدا. اما دانا فلسه في المستشفى. وبتخلص الحلقة على كده، ويارب ملخص بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.